وكانوا يتقون، فصاغوا منها تلك الصياغة كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، كيف ذلك والأعراب منهم من هو مؤمن؟ قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. فكيف الجمع إذن بين قوله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، وقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية؟ فقال العلماء أو سلك العلماء اتجاهين: الاتجاه الأول إما أن يكون الإطلاق هنا أغلبي، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، أغلب الأعراب ليسوا بمؤمنين لقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي الحديث عند من حسنه إن كان في سنده بعض النزاع: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فإما أن يكون الإطلاق أغلبي كما تقول: أهل البلدة هذه كلهم ناس مش طيبين، ليسوا بطيبين، أو أهل البلدة الفلانية كلهم بخلاء، وليس المراد الأعيان كل شخص بعينه، إنما المراد الغالبية، إنما المراد الغالبية. فالإطلاق الأغلبي له أدلته في الكتاب العزيز والسنة المباركة. الاتجاه الثاني في التأويل أن الآية منزلة في أعراب بأعيانهم، وهم أعراب بني أسد، قبيلة كانت تدعى ببني أسد، أتت النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه بإسلامهم ويقولون: نحن مؤمنون. فنزلت فيهم الآية: قل لم تؤمنوا. فالأعراب هنا وإن كان لفظها عام إلا أنه أريد به الخصوص، وكثيرا ما يأتي اللفظ عاما ويراد به الخصوص. ومن أحسن ما يستدل به لذلك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس وهم المؤمنون، والقائلون لهم ناس وهم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. فهذا الاتجاه الثاني في التفسير. على أي حال، فالأعراب كما قال ربنا أشد كفرا ونفاقا، لأنهم جمعوا بين الجهل وبين الكفر، جمعوا بين الجهل وبين الكفر. فلذلك كفار المدينة ومنافق المدينة أخف كفرا من كفار الأعراب ومنافق الأعراب. وسلف البيان عن شيء من ذلك بما حاصله أن كفار المدينة ومنافق المدينة جالسوا الرسول وأصحاب الرسول، فاستفادوا ولو في الظاهر من أخلاق المؤمنين، كما نقول الآن إن النصرانية في المنصورة مثلا يختلف عن النصراني في روسيا، فالنصراني في المنصورة لكونه عاشر الناس فيها يستحي إذا قلت له ابنتك زنت، ولا يرضى أن يسمع ذلك ويعتبر الزنا محرم. أما النصراني في روسيا فلامتزاجه بأهل الكفر هنالك لا يبالي أزنت ابنته أم لم تزني، فإن الجليس يتأثر بجليسه. فلما جلس الأعراب البادية، جلس الأعراب البادية، جاءت النصوص في ذلك: من سكن البادية جفا، من اتبع الصيد غفل، من بدا جفا. فيشهد لجزئية من سكن البادية جفا، فالشخص يتأثر بجليسه حتى وإن كان الجليس حيوانا، كما قال العلماء، قالوا إن النبي قال: السكينة والوقار في أهل الغنم، فالغنم تمشي منكسرة متواضعة، السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، في الفدادين أهل الإبل، الناقة تمشي شامخة متعالية. فأيضا تجد راعي الإبل الجاهل الفقير الجاهل الذي اجتمعت فيه صنوف الجاهل
لكنه ملئ كبرا، ملئ كبرا وملئ تعاليا، فحتى الدواب تؤثر في جلسائها وكذلك الأماكن تؤثر في جلسائها. قال بعض أهل العلم: فالناس في الأرض الرحبة يختلفون عن الناس في الأرض الضيقة، هؤلاء متسعوا في يعني عندهم سعة في الصدور في كثير من الأحيان، والآخرون يتبرمون في كثير من الأحيان. وكذلك قالوا حتى المطعومات تؤثر في آكليها وتؤثر في أمزجة آكليها. قال ابن القيم: أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، وأكلت الترك لحوم الخيل فكانت فيهم الشراسة، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياسة. فالخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على عرضه ولا يغار على حريمه. إذا رأيت الديوك مثلا يتقاتلون أشد القتال من أجل الدجاج والسيطرة على الدجاج، لكن الخنزير لا يبالي. أكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياسة، فحتى المطعومات تؤثر في من طعمها. أرجع إلى التأويل. قالت الأعراب: آمنا. قل لهؤلاء الزاعمين أنهم آمنوا وأن الإيمان دخل قلوبهم: قل لم تؤمنوا، إنما استسلمتم ظاهريا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا فرق العلماء بين الإيمان وبين الإسلام، وكما قال العلماء وتقدم هذا مرارا أن الإصطلاحات في الكتاب العزيز قد تتعدد معانيها وقد تختلف، قد تتحد معانيها وقد تختلف. فمثلا الإسلام والإيمان، إذا جاء ذكر الإسلام منفردا دخل فيه الإيمان، وإذا جاء مع الإيمان في سياق فلهذا معنى ولهذا معنى. سأل جبريل النبي عن الإيمان فأفاده، سأله عن الإسلام فأفاده، أفاده بأن الإسلام الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وعن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبنى الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. لكن في مقام آخر أمر النبي وفد عبد القيس بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسره بما فسر به بعض الإسلام ونحو إن الدين عند الله الإسلام، دخل في معناه الإيمان. وهكذا اصطلاحه. البر والتقوى، البر فعل الخيرات، التقوى اتقاء المحرمات، لكن إذا جاء البر منفصلا دخلت فيه التقوى، وإذا جاءت التقوى منفصلة دخل فيها البر. اصطلاح الإثم والعدوان، اصطلاح اليتيم، اصطلاح عفوا المسكين والفقير، اصطلاح العبادة والاستعانة، فجلها اصطلاحات تتحد أحيانا وتنفرد أحيانا. إياك نعبد وإياك نستعين، في تفسير العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فالاستعانة تحبها الله ويرضاها، ولكن هنا يضيق معنى العبادة في مكان إذا وجد معه اصطلاح آخر، ويتسع في مكان إذا جاء وحده، والله أعلم. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال البعض ولما يدخل الإيمان إشارة إلى أنه سيدخل إن شاء الله في قلوبهم، وقد كان كما قال فريق من العلماء ونحوها ولما يذوق عذاب. قال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقذكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: قل لم تؤمنوا، هل معنى أنهم لم يؤمنوا أنهم كفار؟ هل معنى أنهم لم يؤمنوا أنهم أصبحوا كفارا؟ لا، بل المراد هنا
أنهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل، لم يؤمنوا الإيمان الكامل، فهذا الذي رجحه فريق من أهل العلم، لأنهم لو كانوا كفارا ما أقرهم النبي على كفر. قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الكمل في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالجهاد قد يكون بالمال، وقد يكون بالنفس، وقد يكون بالكلمة، فكلها صور من صور الجهاد. ليس الجهاد فحسب بالآلي، إنما الجهاد قد يكون بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وفي الحديث: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. وقد يكون بالكلمة، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وفي الحديث عند من صححوا: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من علينا به وأنعم من نعمة الإسلام. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كانوا يأتون إلى الرسول فيقولون: آمنا بك واتبعناك، في معرض الامتنان على رسول الله. أما الأنصار فلم يكونوا كذلك، ولذا ظهر الفارق بينهم وبين الأعراب. فإن النبي لما جمعهم يوم حنين فقال لهم: لكم أن تتكلموا وأن تقولوا: جئتنا غريبا فآويناك، طريضا فآويناك، ذا مال فأعطيناك، مكذبا فصدقناك. كل ذلك هم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. أي أن المنة ليست لنا، إنما هي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أمن. الحديث قال تعالى: قل الله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غاب في السماوات وما في الأرض كما قال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ومن الغائبة في السماء المطر لا يعلمه إلا الله، ومن الغائبة نزول الملائكة بأرزاق العباد أو بقبض الآجال أو تدبير الأمور كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا والغائبات في الأرض كثيرة. قال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. لا تخفى عليه أموركم ولا تخفى عليه قلوبكم، فكما أنكم أحسنتم الظواهر فأحسنوا البواطن، كما قلتم بألسنتكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصليتم في الظاهر وزكيتم في الظاهر وصمتم وحججتم، فكذلك أحسنوا ما في قلوبكم وأصلحوا نواياكم، فالله يعلم القلب وما فيه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. وأشار إلى صدره ثلاثة. فنسأل الله أن يحسن ظواهرنا وبواطننا، وأن يحصل لنا نوايانا وذرياتنا وأعمالنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.